كنت حصلت على الدكتوراه من سنة مثلا، وكنت لسه ما زلت نسيت نقول بأن بعد سنتين من وجودي بغداد نقلت إلى البصرة، فعينت هناك مدرس بجامعة البصرة ما شاء الله. هناك. تمام. ده بعد إن ما حصلت على الدكتوراه هنا ورجعت تاني يعني. تمام. وثم بعد ذلك عينت بقى، فجاء تعييني، كنا في كلية أصول الدين في أسيوط، فتحت في هذه السنة، وعاوزين اللي إيه الكلام ده سنة 68، 1968 فتحت. طيب عاوزين اللي راح يدرس فيها، فاختاروا مين؟ اختاروني أنا. ما شاء الله. ومعي كان أو أنا مع سيدنا الشيخ أبو شهبة هو العميد. وإحنا كنا ثلاثة، العميد اللي هو سيدنا الشيخ أبو شهبة، وأنا وزميل لنا موجود الآن ربنا يعطيه الصحة والعافية، اسمه الشيخ بركات دويدار. ده كان موجود معنا، وبقيت 4 سنين هناك، ثم أعرت إلى ليبيا برضو بقيت 4 سنين، رجعت كنت حصلت على درجة أستاذ. وفي عهد شيخنا وشيخ مشايخنا رحمه الله سيدنا الشيخ عبد الحليم محمود عينت عميد لكلية أصول الدين سنة 1976، وبقيت بها الحمد لله. الحمد لله. الى وانا اسمح لي اسال سؤال فضيله الامام. نعم. يعني الامام الاكبر الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الازهر مفسرا وعالما، ويختار رساله الدكتوراه في بني اسرائيل بنقله، يعني نقله اخرى خالص، شيء عظيم خالص. ثم بعد ذلك مفتيا لمصر، يعني جوانب ما شاء الله، جوانب ما انا بنقول لسيادتك ده خلاص. يعني ندعو الله سبحانه وتعالى ان يسترنا واياكم بستره الجميل. امين. والله امور في كثير من الاحياء ما كان الانسان يسعى اليها، وانما كانت الامور تسعى اليه. ما شاء الله. لكن الله يعلم انني انا شخصيا ما سعيت الى وظيفة من الوظائف، وانما الانسان اهو بيؤدي ما عليه، وبعد ذلك بيقدم زي ما بيقدم غيره. فبعد ذلك يعني اعرت الى السعودية بعد ذلك، قعدت 4 سنين رئيس لقسم التفسير في الدراسات العليا، وال4 سنين دي 1980 ل 1984. ما شاء الله. وكنت في ذلك الوقت يعني برضو عميد لكلية أصول الدين. وجئت بعد ال4 سنين سنة 84، جئت فكنت لي 16 سنة في أسيوط. 16. ما هو من سنة 68 لغاية سنة 1984، حوالي 16 سنة. لما جئت هنا قلت لهم يا جماعة، طيب ما أنا كفياني 16 سنة وفيه أماكن خالية، وأنا لا عاوز عميد ولا حاجة، بس أنا نيجي يعني أستاذ. بعد أخذ فبرضو جئت لكلية الدراسات الإسلامية والعربية، وبعد سنة خلت يعني وظيفة عميد، عينت عميد لكلية دراسات هنا في القاهرة في الأزهر هنا.